هو السؤال يقول هناك حوافز كبيرة للمستثمرين من خارج مصر، إما تنمية لاستثمارهم القائم في مصر أو باستثمارات خارجية جديدة، لكن ماذا عما يمكن أن يقدم من الحكومة للمستثمر المحلي؟ خلينا أقول إن الصفقة دي بتتم في إطار القوانين المصرية، يعني بمعنى كده إن شركة أبو ظبي التنموية القابضة جاية بتستفيد من نفس القوانين الاستثمار والحوافز اللي وضعتها الدولة المصرية للمستثمرين المحليين. احنا الدولة المصرية اعتقد في خلال السنة ونص والسنتين اللي فاتوا عملت نقلة نوعية كبيرة جدا في تحسين مناخ الاستثمار، غيرنا وعملنا تعديلات تشريعية كبيرة جدا، أولينا أولوية كبيرة جدا لقطاع الصناعة، تخصيص أراضي، عمل مجموعة من الحوافز. طبيعي ان حظنا ان تزامن مع نفس الفترة الأزمة العالمية الكبيرة جدا المتمثلة في الحرب الروسية الأوكرانية وقبلها كوفيد، ولكن معاها كمان التداعيات اللي موجودة في منطقة شرق الأوسط. وبالتالي بالتأكيد المستثمرين المحليين احنا غيرنا حاجات كثيرة جدا، اطلقنا موضوع الرخصة الذهبية لكل المشروعات، تيسير الإجراءات، تخصيص الأراضي، وفي نفس الوقت احنا بنأكد على ان المستثمر المحلي انه نفس القيمة ونفس الأهمية للدولة المصرية على مثل المستثمر الأجنبي. بالعكس تماما، احنا بنرحب بكل أنواع الاستثمار، وده دايما رسالتنا في هذا الشأن.